السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم محمد زعلول. هنشرح النهارده مع بعض اول محاضرة من محاضرات التروما اوف لور لمب. طيب قبل ما نبدأ بس في المحاضرة بقى ونبدأ ندخل في الكسور والديسلوكيشن على طول كده، خلينا ناخد بس جزئية اناتومي علشان نفهم منها الدنيا. دلوقتي انا شايف عندي اللي هو هنبدأ نتكلم واحدة واحدة من فوق وانا نازل تحت. طيب انا عندي فوق كده اللي هو ممكن اول حاجه تقابلني يحصل ايه بين الفيمر والبلفت، انه يحصل حاجه اسمها الديسلوكيشن. طيب قبل ما اقول الديسلوكيشن اللي هو الخلع، انا شايف اصلا الفيمر متثبته ازاي في البلفك؟ والله انا شايف ان الهيد بتاعت الفيمر في حجره كده هي داخله جواها. طيب الحجره دي اسمها ايه؟ الحجره دي اسمها الاسيتابولم. ماشي، الديسلوكيشن بقى بيحصل ازاي؟ ابر، ويا اما بقى ابر بوستيريور او ابر انتيريور، يعني يا اما لقدام كده يا اما لورا اللي هو بوستيريور كده. طيب في حالات ممكن يحصل مضاعفات معايا في الديسلوكيشن، ان يحصل لي فراكشر في الاسيتابولم او يحصل فراكشر في الهيد. تمام. طيب احنا كده خلصنا موضوع الديسلوكيشن، اتكلمنا عنه اللي هو اناتومي كده ممكن يحصل ازاي. طيب تعال ناخد الحته اللي تحت بس عشان نبدا ناخد الفيمر لوحدها. الديسلوكيشن ممكن يحصل لي هنا برضو في الباتيلا، اللي هي الباتيلا بتاعتي تبدا اللي هي انفصلت عن العظم، بس لسه ممكن الاربطه تبقى لسه ماسكاها. هنا برضو لما كان بيحصل الديسلوكيشن، هو حصل الديسلوكيشن بس لسه في اربطه ماسكه العظم عادي. تمام. الباتيلا ممكن يحصل فيها كسر الباتيلا ده بيبقى اللي هو بقى نتيجه اكسيدنت عنيفه جدا كده، او اللي هو انت بتجري وقمت واقع من على السلالم فرجلك خبطت جامد فحصل كسر في الباتيلا بتاعتك. بتتعالج بس مثلا لو انت غني او الحاجات دي، فبتبدا ان انت تعمل باتيلا ريبليسمنت اللي هو بتشيلها وتحط واحده تانية مكانها. ماشي، نبدا ندخل بقى على الفيمر عشان معظم كلامنا عليه. اجزاء الكسر الدكاتره بتاعه العظام محددين جدا في تسميه العظم اللي هو مناطق الكسر بتاعه. فانت عندك مثلا في منطقه الهيد، شايف الحته دي في خرم هنا كده انت شايفه، الخرم ده اسمه فوفيا. ماشي، ده الجراحين بتوع العظم قالوا لك تعال نجيب الرسم كده، لو الكسر ده تحت الفوفيا فبيبقى اسمه انفيريور فوفيا. طيب لو فوق الفوفيا ده مستوى تاني واسمه اللي هو السوبيريور فوفيا. تمام، ممكن يقوم جايب لك اللي هو اللي هي الهيد بالنك مع بعض، يعني ما اكتفاش بس بالهيد، لا كسرهم مع بعض، او اللي هو الكسر جه كده في الهيد، بعمل ايه، جه كسر في الهيد وجه كسر في النك كمان. ممكن يجي لك كسر في الهيد ويقوم كسر معاه الاسيتابولم. مش قلت لك الاسيتابولم من ضمن مضاعفات الديسلوكيشن ان هي ممكن تتكسر عادي؟ فده كله ممكن يحصل معاك. طيب ده بالنسبه للهيد، وهي اصلا عامه احنا هندرسها قدام. انا مش عايز بس اطول في وقت مقدمه الاناتومي، بس انا بقول اجزاء من اللي من اللي هي المحاضره. ان الفراكشر بتاعت الهيد هم 4 جريدز اسمهم بابكن جريدز او اللي هو البابكن كلاسيفيكيشن، فدول الاربعه اللي انا قلتهم لك. طيب بعد كده عندنا اللي هي النك، هات كده انا عايز بس الفيو اللي ورا ده. البك اللي هو بقى الكلاسيفيكيشن بتاع الكسور بتاعه النك بيبقى اسمه جاردن كلاسيفيكيشن، برضو هناخده ما تقلقش من الاسماء هتحفظها سهلة ان شاء الله. ممكن والله الكسر يبقى بس مجرد كده، ممكن يبقى طويل. طب ممكن اتكسرت وقام العظمتين اتحركوا بعده عن بعض بس جزء صغير اللي بعد. طب اتكسروا بعده خالص اللي هو فولي ديسلوكيشن بقى، فبرضو وقتها دي اللي هي الجريدز بتاعه الكسر بتاع النك. طيب انا عندي هنا ده عندي الجريتر تروكانتر وده الليسر تروكانتر، دي مناطق موجوده على العظمه بتاعه الفيمر عادي. طيب ممكن الكسر يحصل ما بينهم كده، فبرضه ده حاجه كده تانية اسمها اللي هي الانتر تروكانتر فراكشر. ماشي، وفي جريدز برضه فيه عادي جدا. بعد كده دكاتره العظم قاموا قايلين لك اللي هو بيتناقشوا معانا عادي جدا، المنطقه دي احنا قلنا عندها اللي هي ايه؟ الليسر تروكانتر. طيب تحت ده اللي تحت ده اسمه ايه بالنسبه لها؟ ده اللي هو سب تروكانتر. ما انا خلاص انا دلوقتي انا تحت الليسر تروكانتر اهو، فبقى السب تروكانتر. قال حلو، تعالى بقى عند السب تروكانتر ده انزل تحته 5 سم بس، يعني من اول هنا الليسر تروكانتر وانزل 5 سم اهو 5 سم. قال لك اي كسر يحصل هنا اسمه سب تروكانتر فراكشر. ماشي، تعالى نخش على باقي العظم، عايزين بس نكبر الصوره عشان نشوف الباقي. دلوقتي انا مكلمك اهو ان الليسر تروكانتر نزلت 5 سم هم بتوعنا، دول ما اتكلمناش فيهم اهو، دول كده بتوع السب تروكانتر فراكشر. طيب دكاتره العظم قالوا لك من عند المنطقه دي بقى اللي هي نهايه السب تروكانتر وانزل خد الشافت كلها كده، اي كسر يحصل هنا اسمه فيمر شافت فراكشر. طيب المنطقه اللي فاضله يا عم اللي هي دي اسمها الديستال فيمر فراكشر. تمام كده؟ تمام. لما العلماء، يعني مش انا، لما العلماء اللي هم دكاتره العظم قال لك ان دي ديستال ودي شافت، يبقى دي كلها على بعضها كده اللي هي السب تروكانتر بالانتر تروكانتر بالنك بالهيد اسمها البروكزيمال فيمر. خلاص بروكزيمال مفهومه عادي ما فيهاش مشكله. طيب تصنيفهم للحالات بتاعتهم لما بداوا يسجلوا بقى على الكسور اللي بتحصل وكده، فلقوا ان منطقه البروكزيمال
لوحدها بيحصل فيها 60% من الكسور، ودي لو بصيت فيها اللي هي بديهية، لان يعتبر هنا السمك مثلا النك اكتر حتة بتتكسر، السمك بتاع عظمة النك اقل من السمك بتاع باقي العظمة عامة، من باقي العظمة يعني من باقي اجزاء العظمة. ده جزء. الجزء التاني ان عندك هنا، هات العضلات كده، شوف العضلات مخبيه كل حاجه، مغطيه العظمه كلها من كل حته، فاصلا في حمايه عضليه جدا. لكن لو بصيت كده من البوستيريور فيو، انت عندك هنا الجلوتياس هي اللي حاميه، طيب من تحت الجلوتياس هنا اصلا العظمه هتشوفها، بص هنا برضو انت تقدر تشوف العظمه اهو، هنا اهي ماشي. فهنا المنطقه دي الحمايه فيها اضعف، غير ان سمك العظمه اقل، فبالتالي الكسور فيها اسهل. تمام كده، دي المقدمه بتاعت الاناتومي، مش عايز اطول عليك فيها. حته بس كمان معلش، اللي هو الفيسلز اللي بتعدي هنا، مش ممكن لما يحصل كسر مثلا في عظمه بقى فيها سن، ان العظمه لما كسرتها ممكن يبقى فيها سن، السن ده يقوم قاطع فيسل؟ وانت عندك هنا انت مش بتتكلم في منطقه زي مثلا منطقه، مع احترامي مثلا للقرن وكل حاجه، بس يعني الفيسل فيه السمك قد ايه؟ هنا الفيسلز دي بتبقى سميكه جدا، دي بيتغذى اللور ليمب بقى كله على بعضه، لدرجه ان دكاتره العظمه بيقولوا ممكن لما يحصل قطع الفيسل من الفيسلز اللي هنا نلاقي فيه تجمع دموي يوصل ل 4 لتر في منطقه البلفيك، ودي منطقه اللي هو هيفضل فيه تسريب جوه. طب ما دي مصيبه سودا، انت جواك كام لتر دم اصلا عشان يحصل 4 لتر تسرب منه؟ خلاص مت على طول. تمام، ممكن يحصل قطع في نيرف مثلا برضه، الله اعلم. ندخل على المحاضره، اول حاجه هنتكلم فيها اللي هو اللور اكستريميتي تروما. خلاص احنا قلنا الهيب فراكشر ده اللي هو ملخص في الاسيتابلم، كمل انت كتبتها مع نفسك. الاسيتابلم الديسلوكيشن اللي هو ممكن يحصل ان الهيد خلاص خرجت من الحجره بتاعتها اللي هي حجره الاسيتابلم، خرجت منها اتفصلت عنها، اما ابر بوستيريور او ابر انتيريور. حصل فيمر فراكشر، واتكلمنا الفيمر فراكشر اهو بالتفصيل هنا اهو، اللي هو ممكن حصل هيد فراكشر، نيك فراكشر، انتر تروكانتر فراكشر او سب تروكانتر فراكشر، وفي حاجات اللي هي الشافت فراكشر والديستال فراكشر. تمام. طيب بعد كده التيبي فراكشر ده عنوان في المحاضره الجايه ان شاء الله، والانكل فراكشر برضه. طيب الباتيلا فراكشر، الباتيلا فراكشر برضه اتكلمنا عنها ان هي ممكن يحصل تكسر فيها، اما انها بتتعالج ولو انت غني بتشيلها خالص وتبدلها. والني ديسلوكيشن اللي هو خلع برضه في عند الركبه زي ما في خلع عند الهيب، عادي جدا. طيب الاحصائيات بتقول ان في 250 الف عمليه كسر في الهيب بتحصل كل سنه، ومتوقع ان في سنه 2050 الرقم ده يزيد للضعف، يعني يبقى نص مليون، مش سؤال امتحان يعني اعتقد. طيب مين الناس اللي معرضين للخطر؟ هو فئات الفئات العمريه كلها معرضه، يعني الكبير معرض الصغير معرض، بس بتفرق بقى في سبب الكسر بتاعه. يعني مثلا الناس الكبيره بيكون اعضاء جسمها خلاص كلها تعرضت لعمليه الشيخوخه، فبتبدا ان هي تضعف، فاهم سبب من اسباب الهيب فراكشر عندهم ان يحصل حاجه اللي هي الاستيوبوريزيس، يعني هشاشه العظام. ان هو مثلا العظم بتاعه خف، في نفس الوقت برضه بيبقى نحيل، خلي بالك يعني معظم كبار السن بيبقى نحيل اكتر، او اللي هو حتى لو اوبيز فهو ضاغط على العظم برضه. فانت الدكتور يعني كان في دكتور بيقول ان ممكن يبقى راجل كبير في السن مجرد ان هو راقد على السرير بيتقلب على السرير كده قام واقع حصل له كسر في البلفك، او في اي عظمه تانية عامه مش شرط البلفك بس، حصل له كسر عامه. شوف له اي درجه الهشاشه بتاعته بتؤدي ان هو يتكسر بسهوله. البور بالانس اللي هو مش قادر يوزن نفسه، يعني مثلا ممكن يبقى نازل على السلم فهو مش وازن نفسه او ماشي بعكاز، فصعب الحركه بالنسبه له وهو نازل على السلم، قام وقع اتكسر، وبرده في اي منطقه مش شرط اللي هو الليمب. الفيجن نفس السلم اللي هو نازل عليه فهو نازل مش شايف كويس قام وقع مكسور. وعندك بقى الانكتيفيتي ملهاش موقع هنا بس هم حاطينها وخلاص. الميديكيشن ممكن في ادويه بتعمل هشاشه عظام، مال نيوتريشن، كل ده من ضمن اللي هي الدرلي اللي هو الناس الكبيره في السن. طيب الناس الصغيره بيقول لك حاجه اسمها الهاي انرجي تروما، انت لسه شباب كده ففي عندك اندفاع والحاجات دي. فمثلا هو مديك مثال اللي هو الداشبورد انجري. الداشبورد انجري يعني اللي هو في حادثه عربيه، ربنا يكرمك ان شاء الله تجيب عربيه، بس لما تجيبها ان شاء الله ما تعملش حادثه يعني، بس عامه لو شفت قدامك اللي هو حادثه، او انت علشان تقي نفسك من الحادثه لما تشتري عربيه اشتريها بوسائل امان عاليه. يعني كده انت قدامك الدريكسيون اهو، لو لا قدر الله حصل حادثه فكيس الهواء ده يقوم مفتوح جامد، تمام، بسرعه اللقطه ان هو يتفتح بسرعه، فهو بيحمي وشك وبيقوم حامي منطقه الشيست. طيب في منطقه عندك منطقه الرجل هنا معرضه ان هي تخبط في التابلو، طب لو التابلو ده ناشف او اللي هو بقى خارج قوي كده من العربيه، شايف ده خارج ازاي؟ فوقتها انت كده ركبتك هتقوم خبطه هنا، فالقوه هتتنقل كده في عظمه الفيمر. شوف بقى كده في طول مستوى عظمه الفيمر ممكن يتكسر في اي حته، اتكسر هنا، اتكسر هنا، اتكسر هنا. في الغالب لو انت حظك حلو مش هيتكسر وهيحصل بس مجرد ديسلوكيشن. طيب الديسلوكيشن ده لما حصل ازاي؟ العظمه بتاعتي رجعت لورا كده، صح؟ ما هي فكت كده، فكت من الاسيتابلم بتاعها وقامت راجعه لورا، فكده حصل اكنه ايه؟ بوستيريور ديسلوكيشن. وخلي بالك بوستيريور ديسلوكيشن ده اشهر نوع من الديسلوكيشن، انت عندك يا اما بوستيريور يا اما انتيريور، الموست كومن ان يحصل لك البوستيريور ديسلوكيشن ده.
تمام. فبرضه وانت بتشتري العربيه وبتشوفها امان في الكيس الهواء بتاعها وكل ده، خلي التابلو بتاعها برضه كده تمام كده عشان برضه تحافظ على رجليك. بعد كده عندنا اللي هو الهيب ديسلوكيشن، هنبدا نتكلم فيه. الهيب ديسلوكيشن بيقول ان حصل تروما غالبا بسبب ايه، اللي هو الموتور فيكل اكسيدنت، خلاص احنا قلناها هنا اهي. طيب لو هو بوستيرور وده اللي هو الموست كومن، بيبقى من نتيجه ايه؟ رجلك معمول فيها فليكشن، هيب فليكشن اهو، الهيب فليكشن اهو تمام. في نفس الوقت عامل انترنال روتيشن، رجليك جوه انت مش مفرشح رجليك، وحاصل ادكشن يعني رجلك ملمومه على بعضها، فانت خبطت قام عامل البوستيريور. طب الانتيريور ده بيحصل في حالات ايه؟ ان انت عامل اكسترنال روتيشن، وبدل اعكس بقى، انت مش عامل ادكشن، انت عامل ابدكشن، فده يقوم مسبب لك ان انت يحصل لك الانتيريور ديسلوكيشن. ممكن تعمل لنفسك على فكره ديسلوكيشن بسبب تافه جدا، خليك واقف على سلم مثلا او منطقه عاليه، منطقه مثلا فوق مترين كده ولا حاجه، وانت واقف وقوم بس ارفع رجلك 30 درجه 50 درجه كده ونط على رجلي واحده، على طول هتقوم عامل ديسلوكيشن، لانك هترد على رجليك هتقوم عامل لها ديسلوكيشن. ده لو انت يعني عاوزنا ناخدك ماتيريال ونكشف عليك مثلا في المستشفى ولا حاجه. خلينا نكمل. التدخل الجراحي بتاعي او ان انا اعالج ازاي؟ اول حاجه العلاج لازم يبقى ايمرجنت، يعني بسرعه بسرعه. ليه؟ لان انا خايف من شويه حاجات. ايه الحاجات اللي انا خايف منها؟ انا خايف من ان يحصل اكتب ورايا الاختصارات دي افاسكولار نيكروزيس، يعني فيسل والله ما بقاش يوصل للمنطقه دي لما العظمه اتكسرت، ما هي كده العظمه دي ما بيوصلهاش التغذيه بتاعتها فبالتالي هتموت. بس هو بيقول لك تدخل في خلال من 6 ل 8 ساعات. ليه؟ العظمه مش هيموت بالسرعه اللي هي زي مثلا لما اورجن تقل من عنده التغذيه الدمويه، العظم برضه هيستحمل معاك شويه، يعني انت تقدر تاخد وقتك عادي. في حاجه ثانيه اللي هي الديجنريشن جوينت، برضه انت خايف من حاجه زي دي. ماشي. انت بتعاوز تحافظ على المجرى الدموي او التدفق الدموي بتاعك في البلاد فيسل. ازاي ممكن يحصل في البلاد فيسل ان هو يمسد، او العظم لما حصل ديسلوكيشن له او كسر له فضغط على الفيسل قفله، فانا ببدا ان انا اسلك ده علشان اسمح ان انا اعيد التدفق بتاعي تاني. بعمل سبورت برضه علشان اقلل الافاسكولار نيكروزس، بان اعمل ايرليال ريدكشن، يعني كل ما انا عملت الريدكشن اسرع فانا ظبطت التدفق بسرعه، فانا شفت المشكله اللي عندي فين فبدات اعالجها، فانا حفظت كده وقللت الافاسكولار نيكروزيس. بعد كده انت وانت بتعمل عمليه الريدكشن دي محتاج تدخل العيان في انستيزيا، بس هي جاست لوكال انستيزيا، يعني هو ممكن يبقى فايق قدامك عادي وانت بتعمله الريدكشن مفيش مشكله. عايز تعمل جنرال ماشي مفيش مشكله عادي، اعمل الجنرال انستيزيا واديله مثلا ريلاكسنت بالمره بقى وخلاص، بس يعني هي نوت نيسيسري. وطبعا مش هيبقى عندك جرام توبي ولا حاجه، ان انت لو عملت له وهو باقي تمام عادي. اهم حاجه ان انت وانت بتديله اللوكال انستيزيا دي او المسكنات تبقى بكميه كافيه. ليه بكميه كافيه؟ لانك لو ما اديتهاش له بكميه كافيه واللي هو العيان حس بالالم هيبدا يحصل له توتر، لما يحصل توتر ويتوجع هيعمل ماسل سباز، وانت عندك انت في عضلات رجل، انت يعني صباح الفل، انت مش بتتكلم في بايسبس مثلا وترايسبس في الدراع، انت بتتكلم هنا في كوادريسبس، بتتكلم في عضلات الهامستر، عضلات الابدكشن وعضلات الادكشن، كلهم عضلات كبيره وقويه جدا. فلو هو لو حصل بس مصر اسباز بسبب الخوف يبقى قابلني لو قدرت تعمل له بقى الريدكشن، عارف؟ حتى وقتها لما تلاقي ان انت ادركت المشكله اللي انت عملتها واديته انستيزيا ولا هيحصل اي حاجه، لان الجسم خلاص دخل في وضعيه التوتر والاسبازم ده، فهتضطر تقعد تستنى لحد لما العيان يرجع يريلاكس تاني خالص. بعد كده عندنا طريقه الريدكشن اسمها اليز مانوفر. اليز مانوفر ده انت بتحتاج تيم، معلش احنا عندنا النقطه دي، انت بتحتاج تيم معاك، يعني هو مش لوحدك انت هتقدر تعمل الريدكشن، انت مش جامد للدرجه دي، زي ما قلت لك العضلات قويه هنا. انت بتقوم جاي، دي دراع الدكتور، بتقوم جاي كده وتقوم رافع رجليه عاملها بزاويه 90 درجه، عامل له فليكشن بزاويه 90، والمساعد بتاعك يقوم ماسك رجليه من الناحيه الثانيه من هنا ويقوم برده عاملها بزاويه 90، ويبدا العيان اللي هو المساعد بتاعك بيعمل تراكشن اللي هو بيسحبها كده بيشد لفوق تمام، وانت انت ماسك بايد من هنا والايد الثانيه هنا، الايد الثانيه هنا بتعمل ادكشن، وفي نفس الوقت انت بتعمل له انترنال روتيشن. انا مش كنا قلنا ان في الغالب المستقيم اللي بيحصل اللي هو بوستيريور ديسلوكيشن، فالعظمه ورا هنا مثلا اهي، هو اصلا في الصوره جايب لك العظمه هي بره الاسيتابولم راجعه ورا بوستيريور، فانت بتبدا تزقها اللي هي تعمل لها ادكشن كده تدخلها، وهو بيشد يرفع علشان يوصلها للاسيتابولم، فانت تقوم عامل انترنال روتيشن بس خلاص هوب لزقت العظمه رجعتها مكانها اول ما تثبت وقف تمام. لو هو بقى انتيريور انت هتعمل ايه؟ هي يعني مش موجوده عندك بس يعني عامه برضو ابقى اعرفها. المساعد بتاعك بدل ما هو بيعمل تراكشن لا هو هيعمل بوش، وفي نفس الوقت انت بدل ما تكون بتعمل ادكشن انت هتعمل ابدكشن، وبدل ما كنت بتعمل انترنال روتيشن هتعمل اكسترنال روتيشن عشان تبدا تخرج بس العظمه اللي هتوصل، لان العظمه وقتها هتكون في المنطقه دي كده تمام، فانت عايز ترجعها جوه كده تمام. اللي هو بقى انت عملت يا عم الريدكشن وانت جامد وكل حاجه تمام،
تبدا اللي هي الاجراءات اللي هي الاحترازيه بقى اللي انت تبدا تعملها ايه. والله انا وانا مثبته كده اصلا في الوضعيه دي بعد ما عملت الريدكشن ابدا افحص بايدي اللي هو اشوف كده هل في مشكله في حاجه تحس في حاجه هنا اسمها مشهوره جدا اللي هي الفيمورال بلسيشن. البلسيشن عامه انت بتحس الفيمورال بلسيشن ازاي؟ لازم يكون الارتري ده مسنود على العظمه علشان تبدا تحس اللي هو تضغط عليه فانت بتحس البلس. طب انت لو ما حسيتش البلس يبقى العظمه ما رجعتش في المكان بتاعها. ده مثال يعني. فانت بتتشيك الاستابيليتي عن طريق الحاجه زي دي. طيب الريبيت انتيريور بوستيريور بلفس، سجل الاختصارات انتيريور بوستيريور بلفس. انا ببدا ابص عليها يعني انا ببص كده بعينيا وببص من الاكس راي، انا بعمل له اكس راي انتيريور بوستيريور برضه. الجادجت فيو ده اللي هو من اللاترال كده ومن الميديال علشان اشوف لو في اي كسر في الاستابلم ولا لا. ماشي. طبعا اللي هو برضه السي تي سكان اللي هو علشان اشوف الاستابلم. خلاص ما علينا. شايف الكلام طويل بقى ار او بوني ريفراجمنت ويز هيب جوينت كل الكلام ده ما علينا. انت لما عملت اللي هو الفحص بتاعك بالاكس راي فانت لقيت فيه كسور داخليه، في كسر فعلا، انت كده لازم محتاج تدخل جراحيا. فدي الاو ار اسمها اوبن ريدكشن، يعني انا ببدا افتح بقى، انا بفتح الجلد كده واقوم داخل جوه وبعمل الريدكشن من جوه. طيب انا بعد ما عملته والعيان تمام وقفلت الدنيا كلها، بنصح العيان ان هو ما يتنيش رجله، ما يعملش فليكشن بتاعي، على الاقل ما يبقاش اكبر من 60 درجه، يعني ما يرفعش رجله الرفعه دي مثلا انت رفعتها له هنا علشان تعمله الريدكشن، لكن هو ما يعملهاش، لان لو عملها هيقوم عامل ديسلوكيشن، فترجع تعمله العمليه دي تاني. طيب وينصح ان انت بتنصحه ان هو يفضل قاعد في البيت من 4 ل 6 اسابيع. ولو هو عايز يتحرك بسرعه يقوم رايح للفيزيكال ثيرابي، الفيزيكال ثيرابي او الاوكيوبيشنال ثيرابي، اللي هو علاج طبيعي يعني من الاخر. وطبعا انت بتتابع معاه بالام ار اي علشان تطمن عليه، علشان انت خايف ان يحصل افاسكولار نكروزس، منطقه تموت. خلي بالك انت لو منطقه ماتت في العظم مثلا، يعني منطقه زي دي لو ماتت انت هتشيلها وتبدلها بجزء صناعي، هو في غنى عن ده لانها عمليه مكلفه، وفي نفس الوقت عمر ما الصناعي هيبقى زي الطبيعي. تمام؟ تمام. بعد كده عندنا الفيمورال هيد فراكشر. الفيمورال هيد فراكشر اللي هو الكلاسيفيكيشن بتاعه قلنا اسمه البيبكن كلاسيفيكيشن. البيبكن كلاسيفيكيشن بينقسم لاربع حاجات زي ما قلنا. لو كان احنا بنحدد من منطقه الفوفيا اهي، لو كان تحت الفوفيا يبقى ده اللي هو الانفيرير فوفيا. تمام، دي حاجه بسيطه كده شويه. طيب لو كان اللي هو فوق الفوفيا سوبيريور. طيب لو هو جايب لك الفوفيا جايب لك الهيد وجايب لك النك كمان معاها، ده تايب سي. تايب 4 جايب لك الهيد وجايب الاسيتابولم كمان، الاسيتابولم اهي. تمام تمام. طيب في تايب 1، في تايب 1 انا ممكن ما اعملوش عمليه اصلا اللي هو نون ابريتيف. ده في حاله ايه؟ ان الكسر حصل والعظمه لسه متصل جزء منها. طب لو العظمه اتفصلت خالص، لا وقتها انا هضطر اعمل اوبن ريدكشن، انا مش عارف اوصل العظمه دي من بره، انا هضطر اعمل اوبن ريدكشن كده، هفتح واقوم مدخل العظمه واقوم عامل حاجه اسمها اي اف اللي هي انترنال فيكسيشن، اثبت العظمه من جوه بسكرو. السكرو ده اللي هو خابور او مسمار يعني. ماشي. من اول تايب 2 بقى وانت مكمل كلهم اعمل لهم اوبن ريدكشن وانترنال فيكسيشن. طيب في حاله اللي هو بس التايب 3 بيكلمك عليها اللي هو انت اتكسر عندك الهيد والنك مع بعض، التغذيه في الغالب كانت اصلا جايه عن طريق النك. تمام. طيب وقتها انت اللي هو كده حصل افاسكولار نيكروزس، هضطر اعمل ايه؟ هبدل الجزء الطبيعي بتاعي اللي هو الهيد والنك، هشيلهم واقوم حاطط جزء صناعي اللي هي عمليه اسمها هيمي ارثوبلاستي. طيب هيمي ارثوبلاستي ده ان انا شلت الهيد والنك، في عمليه اللي هو مثلا لو الاستابلم اتكسر كمان معاهم، فانا ابدا ان انا افكر في عمليه اضافيه اللي هي اسمها توتال هيب ريبليسمنت، اللي هي انا ببدل الهيد والنك وببدل معاهم كمان الاسيتابلم. طيب انت برضو بتبقى انسان اللي هو دكتور كده انت شواف، يعني اللي هو مثلا الهيمي ارثوبلاستي دي انا ممكن اقوم اعملها لراجل كبير في السن. اشمعنى ما اعملهاش عمري لشاب؟ ليه؟ الراجل الكبير في السن العمر الافتراضي بتاعه اللي فاضل له، ربنا يدي الناس كلها طول العمر طبعا، بس يعني برضو العمر الافتراضي بتاعه قليل، فاللي هو الجزء البلاتينيوم او ايا كان اللي هو الماده الطبيه محطوطه اللي هنا ازاي، فهي بتبدا كده كده هتاكل في عظم الاسيتابولم. بس مثلا بتاخد وقت 10 سنين 15 سنه، فعادي الراجل الكبير في السن ممكن ما يكملش كل السنين دي هيموت عادي. تمام. لكن لو واحد شاب العمر الافتراضي بتاعه طويل والحركه بتاعته اكتر، فالتاكل هيبقى اسرع. فانا لو قعدت اخلي الجزء اللي هو بدلته ده البلاتينيوم او ايا كانت الماده تاكل في الاسيتابولم، انا كده دخلت واحد في اللي هو تصلب بقى في العظم وتاكل في العظم في سن صغير. فلا انا ببدله كله على بعضه بحيث ان ماده صناعيه تعمل جريدنج على ماده صناعيه تانية. تمام، هما الاثنين مع بعض مفيش مشكله. وطبعا دي عمليه مكلفه جدا. ماشي. الفيمورال نيك فراكشر برضو عندنا مهم فيها اللي هو الجاردن كلاسيفيكيشن. احنا عندنا ثلاثه كلاسيفيكيشن في المحاضره لازم تبقى عارفهم. اول واحد قلناه اللي هو البيبكن، وتاني واحد اللي هو الجاردن، وفي واحد قدام اللي هو اسمه الوينكويست. تمام تمام. الرسمه والله العظيم انا ما فاهمها، يعني دول كده انا مش قادر اشوف الكسر فين. هم قالوا لك في كسر بس انا مش شايف. لكن هنا مثلا انا هنا شايف الكسر فعلا اهو، وشايف ان هي العظمه مزقوقه شويه،
هنا اه في كسر، ده لدرجه ان فعلا العظمه طالعه لفوق راكبه على الراس، راكبه على الهيد كده من قدام. فانا تمام انا شايف دول، لكن انا مش شايف دول. فما علينا، احنا رسومات النت ما خلتش حاجه. انت عندك هم برضو اربعه تايبس. اول تايب ان والله النت اتكسرت بس جزء منها. طيب هنا تايب 2 لا اتكسرت كلها بس ما اتحركتش من مكانها. طب هنا في تايب 3 لا اتكسرت كلها برضو بس اتحركت بارشلي، بارشلي يعني جزء صغير. طب تايب 4 لا دي اتكسرت واتحركت بقى جامد. خلاص ماشي، العلاج بتاعهم هو اصلا يعني بص عليهم برضو، اللي هو تايب 1 ده مسموه لك فالجاز امباكتد. طيب دي هي نون ديسبليزد على اساس ان هي اتكسرت اه كامله بس ما اتنقلتش من مكانها. دي بارشلي ديسبليزد لانها اتكسرت واتنقل جزء، فولي اللي هي اتنقلت خالص. التريتمنت بتاعها لو هي اللي هو في حاله الاستيبل دي اللي هو تايب 1 وتايب 2، انا ممكن ما تدخلش جراحيا اصلا، هو مجرد ان انا بس بعمل له اكتيفيتي كده واثبت العظمه مكانها بجبيره خارجيه او جبس خارجي علشان اثبت بس العظمه مكانها، لاني ما بقاش غبي مثلا والشاب ده يقوم قايم واقف على رجليه مره واحده بعد اسبوع مثلا من الفراكشر ولا حاجه، يقوم واقف وهو يعمل الديسلوكيشن لنفسه. فانا ابدا اثبته في مكانه بكبيره كده، افضل مكانك. او انا ممكن اتدخل جراحيا برضو، يعني هي دي مندرجه تحت نون اوبريتيف بس هي تعتبر اوبريشن. يعني ليه؟ سكليتر تراكشن ده انا خايف ان العظم العضلات تفضل تشد فيه فتعمله ديسلوكيشن من مكانه، فوقتها والله انا بعمل اللي هو التراكشن ده اللي هو بقى كنت بخرم كده في الجلد واقوم مثبت مسمار بالعرض او حته حديده بالعرض وفي حبل هعمله بتقل وده مثبت رجليه ان هي مشدوده طول الوقت. تمام تمام طيب لو اوبريشن، اي اوبريشن عندك في الغالب هيبقى اللي هو اوبن ريدكشن انترنال فيكسيشن. اوبن ريدكشن انترنال فيكسيشن، هبدا ان انا ارجع كده العظمه دي ارجعها مكانها بالاوبن ريدكشن، والانترنال فيكسيشن اقوم راشق خابور كده هنا ونفس الشيء هنا واقوم راشق خابور كده بعد ما ثبتها في مكانها. طيب الهيمي ارثوبلاستي لو اللي هو حصل افاسكولار نكروزس خلاص ما بقاش وصل لها تغذيه فاه والله وقتها مستبدل المكان ده خالص. او التوتال هيب ريبليسمنت، قلت لك خليك شواف، الراجل الكبير في السن نعمل له هيمي ارثوبلاستي عادي. التوتال هيب هيبقى في الغالب لشاب. في اليانج بيشنت بيقول لك ان انت لازم تتدخل بسرعه في اقل من 6 ساعات. الناس الكبيره بيقول لك برضه تتدخل علشان انت خايف من الافاسكولار نكروزيس، من ان هم ما يحصلش نون يونيون، كل الحاجات دي. تمام دي صوره للتوتال هيب ريبليسمنت. هنا دي اللي هي الهيد اند نيك، دي كده مستبدله هي، ده كده جزء صناعي هو بينجاب ويقوم الدقه انتراميدولاري علشان يتثبت في العظمه. وهنا الجزء بتاع الاستبلم اللي انا بدلته اللي هي الحجره اللي كان بيرشق فيها الهيد. طيب الهيمي هي الحته دي بس اللي اتبدلت. طيب وده اللي هو الاوبن ريدكشن انترنال فيكسيشن، اهو انا في خابور ورشقته كده، ودي نفس الشيء انترنال فيكسيشن. دي صوره بيبين لك فيها علشان هي دي اللي بعدها، يعني دي للصفحه اللي بعدها اللي هو الانتر تروكانتر فراكشر اهو اللي انت شايفه اهو، ده الجريتر اهو وده الليسر وفي كسر ما بينهم. تعال على الانتر تروكانتر هيب فريكشن. يعني الاكسترا هو من ضمن الحاجات اللي هي اكسترا كابسولار فيمورال نيك. طيب مين الانترا كابسولار؟ بديهيات اللي احنا شرحناه كانوا الهيد والنيك والاستابلم تندرج معاهم هم كمان. طيب كان لحد فين الانتر تروكانتر ده؟ ده لحد 5 سم، مش قلت لك من اول الليسر تروكانتر بينزل 5 سم تحت؟ هو ده. بعد كده ايه الحاجات اللي انا بشوفها كده لو العيان داخل عليا؟ بلاقي ان رجليه قصيره، الرجل اللي هي المكسوره اقصر من الرجل الثانيه، ودي مش بس على فكره في الانتر تروكانتر هيب فراكشر، لا هو ممكن كمان يبقى في مش ممكن هو اكيد هو موجود في الهيب ديسلوكيشن، لان انا لما كنت بقول لك الهيب ديسلوكيشن سواء بوستيريور سواء انتيريور كان بيبقى ابر بوستيريور او ابر انتيريور، فبالتالي رجلك اترفعت، الرفعه دي حتى لو 1 سم او 2 سم ففي النهايه في فرق في الطول ما بين العظمه اللي هي النورمال والعظمه المكسوره او اللي حصل لها ديسلوكيشن. تمام؟ تمام. انا بكشف على العيان ازاي؟ اهم حاجه في حاله زي دي، هو جاي لك بيتوجع وجاي لك كل حاجه بس انت خارجيا انت شايف تمام، مفيش كدمات مفيش اي حاجه، فبتبدا تعمل له اكس راي. الاكس راي بتعمله له انتيريور بوستيريور علشان تشوف كده العظم من قدام ومن ورا، وفي نفس الوقت بتقوم عامله له كريستيبول لاترال، يعني ببص على العظم من بره كده علشان ابدا اشوف لو حصل كسر في الاسيتابولم مثلا، لو العظم داخل لجوه اللي هو بحدد مثلا في حته عظمه مفصوله خالص عن الباقي بتاعها. يعني مثلا انت عندك هنا، انت هنا شايف في لسر تروكانتر اصلا متساب من مكانه، وهنا عندك اللي هو الفيمر الشافت كلها سايبه عن النك بتاعتها، فاهم؟ فده كله لازم تشوفه من انتيريور بوستيريور ومن لاترال علشان تقدر حجم المشكله بتاعتك. طيب الكلاسيفيكيشن بتاعها انا بشوف هل الكسر ده واصل للبوستيريور ميديال كورتكس اور نوت. ركز كده، هات الفيمر تخيلها من ناحيه البوستيريور وميديال اللي جوه كده من ورا والجنب، هل الكسر وصل لحد جوه كده؟ والله لو واصل دي درجه عاليه جدا، لو مش واصل ولسه في انتكت كده لا تمام برضه انا لسه الدنيا بخير. طيب النمبر اوف بارتس يعني الحتت المتفتته، يعني ده كسر كده ده كسر خطير جدا، انت عندك ده جزء لوحده وده جزء لوحده وده جزء لوحده، انت بتعالج هنا 3 كسور كانت في الاصل، في الاصل هي عظمه واحده ففي فيها 3 كسور. ماشي بعد كده عندنا اللي هو هل هو ستيبل ولا انستيبل. يعني ايه ستيبل؟
في حاجه انت بعد ما عملت له الفيكسيشن وكل الحاجات دي، فبتبدا مثلا تسنده كده وتخليه اكنك بيقف، او بعد شهر مثلا من الريدكشن بتاعك فبيجي مراجعه واستشاره والحاجات دي، فبتقول له يحاول يقف. فواقف هو تمام الاناتوميكال بوزيشن، واقف تمام. لو مثلا خليته يشيل حاجات خفيفه برضه مش حاجات تقيله، لان هو لسه فيه فراكشر، بيشيلها تمام، متحمل كله تمام، يبقى هو كده ستيبل. طيب لو هو انستيبل بقى ازاي؟ انت اصلا هو بيجي يقف واقف مقوس، واقف مقوس كده، وعارف اكنه واقف، مش اكنه، هو كده فعلا ركبته الاثنين لازقين في بعض كده. متخيل المنظر ان واحد ركبته الاثنين لازقين في بعض، فرجليه من تحت هتبقى مفروده كده، هو واقف مقوس، فدي كده انستيبل. الريفرس اوبليكتي ما مش متكلمين عنها، نبقى نسال فيها الدكتور الصراحه. طيب خطه العلاج بتاعتك ازاي؟ والله لو هو ستيبل، فانا بس ان انا شايف الكسر بتاعي ده، فانا هقوم راشق خابور كده علشان اثبته. تمام، هو في كسر في النهايه، هرشق خابور بس اثبت. طب هو لو انستيبل، لا ده انا هدخل بقى مسمار كده من الانترميدولاري اللي هو بطول الفيمر، واقوم حاطط معاه كمان سكرو اللي هو خابور برضو من الجنب علشان اعمل فيكسيشن. طيب ماشي، بعد كده ندخل على السبتروكانتر فيمر فراكشر. السبتروكانتر اللي هو كانت المنطقه، استنى كده، احنا قلنا حاجه غلط هنا؟ لا ما قلناهاش تقريبا، انا تقريبا مش عارف انا قلت هنا ولا لا، ان انا قلت بننزل 5 سم. هي مش هنا، هي في السبتروكانتر، ان شاء الله ما كنتش قلتها. السبتروكانتر انا عندي هنا من الليثر وبقوم نازل 5 سم، دي كده اللي هي منطقه السبتروكانتر فراكشر. خلاص هو قايلها لنا هنا كده، تمام. طيب ايه الانتكت باير فورم فوسه؟ هو قصده هنا ان هو يحطها لك. انت عندك دلوقتي الفيمر اهي، ده منطقه الجريتر تروكانتر من قدام، تمام. الجريتر تروكانتر ده بقى في حته كده اللي هو شايف القوس ده كده، اوله كده في حته اسمها البايريفورم. البايروفورم دي بيستخدموها طبيا، ان هم بيخرموا مثلا من عندها، علشان من عندها او من جنبها، علشان يدخلوا لك الانترا ميدولاري نيل. تمام، يعني حاجه مش مهمه قوي. التريتمنت بتاعك ازاي اللي هو السبتروكانتر؟ والله انت بتقوم داخل اللي هو انترا ميدولاري نيل، تثبت حاجه تانية من الانترا ميدولاري نيل اسمه سيفالو ميدولاري انترا ميدولاري نيل، وبتعمل اللي هو اوبن ريدكشن وانتنال فيكسيشن، بس ما بتعملش اللي هو الدي اتش اس اللي هو الدايناميك هيب سكرو اللي هو ده. ما فيش مسمار بقى بتثبت بيه او الحاجات دي، هو بس الانترميدولاري ثبت العظمه. تمام، ماشي. بعد كده في الفيمورال شافت في فراكشر، ده بقى خطير جدا، خطير جدا، مش ان هو مثلا مؤلم قوي او الحاجات دي، هو خطير في طريقه العلاج بتاعته، ولازم تبقى حريص ان انت بتاخد احترازيات كتيره جدا، لانك خايف من ان المنطقه دي العضلات مثلا عضلات تشد كده وعضلات تشد كده، فانت صعب ان انت تعمل لها ريدكشن. فانا بعد اصلا ما بعمل لها ريدكشن بثبتها بطرق كتير قوي. يعني خلينا بس الاول ناخد مثلا اللي هم الكلاسيفيكيشن، وبعد كده نتكلم في التريتمنت براحتنا. دي رسمه انا جايبها لك برده من على النت علشان نوضح بيها. هو اول حاجه الكلاسيفيكيشن، ده اخر كلاسيفيكيشن معاك اهو، اللي هو الوين كويست كلاسيفيكيشن. طيب هو ده بقى مختلف عن التانيين، التانيين كانوا 4، ده 5، بس بيبدا بترتيب 0، فبيوصل لحد 4 برده. ماشي، اول واحد اللي هو الصفر ده، حصل لك زي ما تقول شرخ، يعني هو شرخ كده لكن العظمه لسه في مكانها عادي، ما حصلش اي حاجه. طيب واحد بيقول لك حاجه اسمها باتر فلاي. باتر فلاي دي دكاتره العظام اللي هي شايف المثلث ده، المثلث ده بيسموه عندهم باتر فلاي. فهو بيقول لك والله طيب وان انا شايف باتر فلاي، شوف كده شظيه صغيره كده سموها باتر فلاي، بس برضو لسه في اللي هو الفراكشر بتاعي كتير، يعني الفراكشر اللي هو زي ده كده، ده لسه في الغالبيه العظمى بتاعت العظمه كده عادي، يعني لسه في اتصال ما بين اجزاء الكورتكس وبعضها. طيب هنا في تايب 2، لا انا هنا، لا انا فعلا شايف منطقه باتر فلاي كبري، بس لسه برضه الفراكشر ده اللي هو ترانسفيرس او اوبليك، سواء ترانسفيرس او اوبليك، نسبه الانتكت بتاعت الكورتكس اكبر من 50%، لسه العظمه فيها 50% جزء منها متصل عادي. في الثالثه التايب 3، لا البتر فلاي كبرت قوي بقى، ده حتى الفراكشر بتاعها اللي هو ممكن اللي هو الانتكت كورتكس ممكن يبقى اقل من 50% كمان. طب في تايب 4، لا عليه العوض ومنه العوض، ده ما فيش اصلا اتصال، ده ممكن تتكسر على كذا مستوى كمان، يعني مش بس مجرد ان هي اتفصلت العظمتين، ده ممكن كذا عظمه. يعني انت شايف عندك هنا دلوقتي كسر الثاني الثالث الرابع الخامس، صباح الفل. فالعلاج بتاعك بيبقى ازاي؟ والله العلاج عندي ان انت بتحط له انتر ميدالاري نيل. ركز معايا كده في خطه العلاج ازاي. انت حطيت له مسمار من جوه اللي هو عدى من المظله بتاعته، وقمت حاطط سكرو من بره كمان اللي هو خوابير كده بتدخل ترانزفيرس علشان تثبت. لو عملت له اوبن ريدكشن انترنال فليكشن انترنال فيكسيشن، عملته هو ثبت بخوابير برضه ترانسفيرس تاني. عملت له اكسترنال فيكسيشن اللي هو بقى من غير ما تفتح الجلد تشقه وتعمل انسيشن والحاجات دي، لا من بره كده اللي هو حته الحديده من بره جنب الجلد، وبرضه دخل بمسامير وبتدخل تثبت العظمه كلها. طيب وبيقول لك برضه اللي هو لو انت هتتاخر لسه عم برضه تعمل العمليه، فانت بتعمل اللي هو التراكشن اللي هو تبدا تفضل تسحب رجليه علشان انت خايف ان العضلات تشد فتعمل لك اللي هو
تعمل ديسلوكيشن كبير، فانت بتفضل شاده علشان محافظ على الريدكشن بتاعك. بعد كده عندنا الديستال فيمر فراكشر. ايه الديستال فيمر فراكشر؟ مش هقوله لك دلوقتي. انا وضحت لك اللي هو جزئيه الاناتومي هو فين، بس هو ده عامه انت هتاخده لسه في المحاضره الجايه، هتاخده بالتفصيل اكتر، فانا مش هكلمك فيه عن حاجات لان انت طبيعي هتاخدها تاني. بس ممكن اقول لك حاجه زي دي، ايه اللي هو الاو ار اي اف اللي هو الاوبن ريدكشن انترنال فيكسيشن، والام اي بي او اللي هو مينيمالي انفيزيف، كان اسمها ايه بقى، بلات اسمها ايه، بلات اوستيوسينسيز. تمام اه المينيمال انفيزيف بلات اوستيوسينسيز. ايه الفرق ما بينهم؟ ده انت بتعمل انسيشن اللي هو بتفتح فتحه كده وتقوم مثبت حته الحديده وبتبدا تخرم وتدخل الانترنال فيكسيشن بتاعك. تمام. طيب في الام اي بي او لا، ده انا بيبقى شكله جميل اكتر، اللي هو انا مش بفتح فتحه قد كده، الحقيقه فتحه كده كويس، وبقوم ببدا ادخل منها احشر كده اللي هي حته الحديد وبعمل الانترنال فيكسيشن بتاعي. طيب ليه ما استخدمش دي على طول؟ صعب ان انت تستخدم حاجه زي دي وكمان تعتبر اللي هي فيها دقه اعلى، فانا دي انا بضطر ممكن استخدمها اللي هو لو تجميل ماشي، وحاجات ميديكالي برضو اللي هو انا شفتها بس انا مش فاهم ايه علاقتها، ان مثلا لو هو عيان عنده ديابيتس فهم قالوا ان انت تستخدم وقتها الام اي بي او، ممكن لو هو عنده كدمه فانت مش هتعرف تعمل مثلا تفتح جامد ده في حاله الكدمات او كده، او اللي هو عنده نزيف او الحاجات دي، فبتبدا ان انت تستخدم اللي هو بس سمول انسيجن كده. تمام. تمام. بعد كده النيدس لوكيشن، لما عيان يجي لك اللي هو حصل له خلع في الركبه بتاعته وانت خلاص عرفت ان ده نيدس لوكيشن، بتبدا ان انت تركز على شويه حاجات كده تاخد بالك منها، بتفحص الليجمنت بتاعته، فده الرباط الصليبي الامامي، الرباط الصليبي الخلفي، الرباط اللي هو اللاترال والرباط الميديال، بتبدا تشوفهم هل في واحد منهم مقطوع مثلا لا قدر الله، طب واحد بس مفصول من مكان اتصاله بالعظمه، طب واحد مقطوع قطع مش كامل، تبدا تكشف عن ده وتحدد ايه الخطوره، درجه الخطوره بتاعتك. طيب الفاسكولار انجري، الفاسكولار انجري بيقول لك ممكن يحصل حاجه اسمها انتمالتير. يعني ايه انتمالتير او ديسربشن؟ يعني دول حاجتين. الانتمالتير ان الجدار بتاع الارتري، الجدار الداخلي، طبقه الانتما تقوم مفتوحه كده، فوقتها انت كده اول ما اتفتحت فانت كده المجرى الفلو التدفق بتاع الدم ما بقاش عادي، هنا في المنطقه دي في احتكاك هنا، فيبدا يكون لك هنا جلطه ويبدا يحصل ان هو يدي. تمام. تمام. طيب الديسكشن ان الانتما تقوم الدم بقى يبدا يدخل، مش بس يعمل جلطه هنا، لا ده دخل يا باشا جوه وقام بيملى ما بين الانتما والجدار بتاع الارتري بتاعك، فوقتها برضه دي مشكله تانية. ماشي. بتقيس حاجه اسمها الاي بي اي اللي هو انكل بريكيال اندكس، دي حاجه في الفسيولوجي اللي هو في فرق ضغط ما بين اللور ليمب والابر ليمب بتوعك، والفرق ده له رقم معين ثابت احنا عارفينه. طيب لو انا لقيت الرقم ده مختلف فبرضه في مشكله عندك هنا في الضغط، فتبدا تشوف بقى اللي هو تدخل جراحيا وكده، وطبعا بتعمل فاسكولار سيرجري كونسلتس، يعني انت بتستشير الدكتور او ايه او الحاجات دي علشان تبدا تصلح وتلحق تنقذ المشكله. من ناحيه النيرفات برضو اقرب نيرف هنا يعتبر اللي هو التيبيال نيرف، فانت بتبدا تشوف هل في انجري ولا لا. بعد كده عندنا اللي هو الباتيلا فراكشر. الباتيلا فراكشر بتبقى حصلت غالبا نتيجه مثلا موتور فيكل اكسيدنت، او اللي هو انت بتجري مره واحده وقعت، اتزحلقت وقعت على ركبتك اتكسرت، وقعت من مكان عالي فانت تنيت ركبتك علشان تقع عليها قمت كسر الباتيلا بتاعتك كده. طيب الاكزامينيشن بتاعي ازاي؟ والله هو عيان جالي بيقول لي ان هو وقع على ركبته، فانا ببدا ابص على رجليه اللي هو بقى بالبابل اللي هي بالبابل ديفكت، انا حاسس وشايف فعلا، انا حاسس ان في الحته دي مش قطعه واحده، ده في فراجمنتس كده، في ملاحظه انا حاسه. تمام. دي واحد، ان انت مثلا بتشوفه انت خلاص عرفت ان هو عنده كسر، طب قول له جرب تفرد رجليك لو هو علشان تشوف الاكستنسور ميكانيزم بتاعه هل هو سليم ولا لا، لو هو سليم بتقوم حاطه تحت يندرج تحت حاجه اسمها ستيبل، طب لو هو مش قادر يعمله يبقى انستيبل. تمام. وبتشوف طبعا لو في وجع طبيعي، في وجع، في بقى سويلنج، في كدمه، في نزيف، في خدوش، كل الحاجات دي هتشوفها. تمام. اللي ياكد لك بقى الكسور بتاعتك ازاي عشان تبدا على اساسها تتصرف، اللي هو الانتيريو بوستيريور اكس راي، اللاترال اكس راي، وحاجه اسمها السان رايز فيو. ايه السان رايز فيو ده؟ بتكتبه بس كده اللي هو يعمل اشعه سان رايز، فبيقوم فني الاشعه بيقوم مقعده في الوضعيه دي اللي هو عامل فليكشن، بس هو مش فليكشن يعني مش 180 مش 190 ثانيه مش 90 درجه ومش فارد رجليه، هو بس بيقول لك من 120 ل 130 درجه تقريبا. تمام. تمام. وبيقوم جايب لك الفيو بتاع الاكس راي بيبقى شكله عامل كده، فانت بقى تبدا تشوف هل الكسر كده، الكسر كده كده، تبدا بقى انت تحدد على اساسه الخطه الجراحيه بتاعتك هتتصرف ازاي. طيب التريتمنت بتاعي انا قلت لك ان هو اما يندرج ان هو قادر يفرد رجليه فبقى ستيبل، مش قادر يفرد رجليه فهو انستيبل. طيب في حاله اللي هو الميكانيزم انكومبتنت، يعني هو انستيبل، والله وقتها بعمل له اوبن ريدكشن وانترنال فيكسيشن. طيب لو هو اللي هو قادر يحرك رجليه عادي فانا مش بتدخل جراحيا وقتها، انا بس يا دوب بركب له بريز يعني دعامه اللي هو بس حافظ على ركبته وخلاص. تمام كده. تمام. بعد كده النوتس عندنا بيقول لنا في النوتس هنا اني
كل الحاجات اللي بتحتاج تدخل جراحي اللي هي الهيب ديسلوكيشن، طبيعي احنا قلنا على طول اللي هي الاليس مانوفر بنعمل له عمليه، وكمان ممكن نثبت جوه لو حاصل كسر مثلا في الهيد او النك او الحاجات دي، بتركب خوابير والحاجات دي تمام. والفيمورال هيد قلناها، النك تمام، الانتر تروكانتر، ساب تروكانتر والشافت، كل دول كسور كنا بنتدخل فيهم جراحيا. بس بيقول لك ممكن الحاجات اللي هي مش بتتدخل فيهم جراحيا اللي هي زي مثلا في البابكن تايب 1 اللي هو كان في الهيد فراكشر، ده كان مجرد ان هو حته بس انفيريور فوفيا، فاكرينها؟ ان شاء الله تكون فاكرها او ارجع لها انت هتشوفها عندك هنا. طيب اسباب بس ان الراجل ده كداب اللي حاطط الداتا واحنا احسن منه، هو بيقول لك ان دول اوبريتيف ودول اكنهم نون اوبريتيف يعني. طب ما دي نون اوبريتيف اهي، ده مثال واضح قدامك هنا اهو. وعندك في النك اللي هو كان الحالات الاستيبل اطلع فوق كده، ما النك هنا كان بيقول لك نون اوبريتيف برضه ما تتدخلش جراحي. فانا برضه هنبدا نسال الدكتور هل هو يقصد هنا ايه بالكلمه اللي هو بيقولها دي، ما هي دي نون اوبريتيف برضه، بس نفهم انت برضه الدنيا هو عايز ايه. بس كده نكون وصلنا لاخر المحاضره، اتمنى تكونوا استفدتوا من الشرح. كان معاكم اخوكم محمد زغلول، السلام عليكم.